الموضوع ده منتهي تماما. اه طبعا. بص معاليك، الورق ده كله عند محمود بيشمس على مكتبه، وهيجيب الواد ده، هيجيب الواد ده، ما تقلقش. تمام معاليك، السلام يا باشا. السلام يا سهام. سهام خرجت الساعة كام؟ مش فاكرة بالظبط، بس خرجت بدري. ما قالت لك الشرحة فين؟ لا ما قالتش. طب روحي انت يا سيدة، يا ترى هتكون راحت فين؟ معقولة تكون راحت للعيادة؟ يبقى لازم البس عليهم. لا 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 يا سيف، اهدى، كل حاجة هتبان بس واحدة واحدة. كنت فين؟ كنت عند الدكتور. ما كنتيش بترد على تليفونك ليه وانت عند الدكتور؟ انا اصلا كنت ناسي الموبايل بتاعي هنا. واي دكتور اللي كنت عنده؟ دكتور امراض البطنه. مش هقولك بقى حاولني على فين. يا فزوره. ايه يا سيف، حاولني على دكتور امراض النساء. المفاجاه بقى، دكتور امراض النساء قال لي ايه؟ سهام انا على اخري. كنت يا دكتور بتعملي ايه؟ سيف، الدكتور قال لي ان انا حامل. ازاي؟ ازاي ايه؟ بقول لك انا حامل. وانا بقول لك ازاي؟ يا سيف انت اتجننت. حامل مين؟ من مين ده ايه؟ لا طبيعي. رد عليا يا بطنك دمي. سيف هيبقى عندنا ابن، حرام عليك. مش مهم يكون عندي ابن. انت ايه؟ مش مهم اللي بطنك دمي. رد عليا. انت مجنون، انت مش طبيعي. لا انت عارف ان انا عارفين. اقعدي هنا. لا لا لا، انت كداب. الدكتور قالك انت بتغلط. انا ما بخلفش وانت عارف. الواد اللي بطنك دمي رد عليا. هقتلك. لا لا، انت مش حاجه بعيده عن ربنا. انت مفتري. انا مفتري؟ قول لك ردي عليا. الواد ده ابن مين؟ رد. ردي ردي ردي. الواد ده ابن مين؟ انت عارفه ان انا ما بخلفش. طيب مالك يا تط، وشك قافل كده يا ابني؟ اضحك كده، خلي ربنا يفكها عليك ولو ليوم واحد. معلش يا كيمو، مزاجي مقرف شويه اليومين دول. اليومين دول يا ابني، من يوم ما عرفتك وانت قتل. انا مش عارف انا مصاحبك ليه اساسا. خد بقى يا سيدي، ولع السيجاره دي وهتروق. انا قلت لك ما بشربش يا معلم. يا عم احسن وفرتها وشاحي حتى اليومين دول من السوق. اهو انت خليك كده، مالكش غير في سيجارتين والنفسين، والناس غيرك مش لاقي حتى حق رغيف العيش. ايه يا عم الجو ده؟ كل واحد يا عم بياخد رزقه. طالما احنا في الامان، بيس يا مان. امان؟ متهيألك. محدش فينا عايش في الامان خالص. انا كنت زيك كده ضايع. ما كنتش حاسس باي حاجه. لا يا راجل، كنت بتشرب حشيش؟ انا كنت بشرب اللي قلع من الحشيش. اوعى كنت ضربت بالحقن. انا ضربت بالحب. حب؟ عارف يا كيمو؟ أنا كنت عايش في حلم جميل، خلق جوايا موهبة الشعر، وما كنتش بكتب غير على أي حاجة غير الحب بس. كانت أحلى حاجة في حياتي، بس للأسف صحيت في الآخر على كابوس. كابوس فظيع. يا ساتر يا رب. خير؟ مفيش، حبيبتي سابتني وراحت اتجوزت واحد غني. اليوم ده بس حسيت إن أنا فقير وضعيف، ضعيف قوي. اكتئبت، بعدها قلت لازم أفوق وأبقى قوي. وبطلت اكتفي الحب واتجهت للسياسه. مره واحده كده اكتشفت يا كيمو ان السياسه هي اساس كل حاجه، هي اللي ضيعت مني حياتي، هي اللي خلتني فقير. لو السياسه صح كنت لقيت شغل واتجوزت
ما كانتش ضاعت مني. شفتك يوم لفه طويله، بس هي دي الحقيقه، هي السياسه اساس كل حاجه في حياتنا. تصدق ان انا جسمي اشعر من كلامك ده يا طاهر؟ انت على اساس انك بتحس يا ابني؟ ما تحكمش على الناس بالمظاهر. انا واحد من الناس اللي بحب اضحك واهزر عشان اداري همومي. صدقني انا نفسي اتغير. تغير ليه يا معلم؟ انت زي الفل، هو نفسين وسجارتين، فل دبلان ملوش ريحه. اخيرا عرفت حياتك. تفكرني يا ابني مش عارف حياتي؟ انا عارف كل حاجه، بس مع الاسف مش لاقي دافع ولا حافز يخلينا ان انا اتغير. ياه، انت طلعت ضلمه قوي يا كيمو. بس بقول لك ايه، هدول يومين بنقضيهم لحد ما الواحد يموت. يا ساتر يا رب، ما تفولش في وشي، موت لوحدك. بقول لك ايه، فكك بقى من الجو الكآبة ده، وتعالى بقى افرجك على اي سايت بيعمل ابلود لافلام ثقافيه. انما ايه، عنب او مراهق. افلام ثقافيه؟ اتفاهتك يا اخي. تفاهتي؟ على الاقل نشوف حاجه طريه بدل ما انا قاعد قدام وشك العكر ده. وبالنسبه لصوره التغيير اللي كنت عايز تغيرها في نفسك، دي هتغيرها امتى بقى باذن الله؟ يا سيدي نغيرها بكره. على رايك. مش مشكله. طيب خليك انت في افلامك الثقافيه بقى، وانا هقوم في بيت شعر كده جاي في دماغي، هقوم اكتبه. الاقي عندك ورقه وقلم؟ لا الحقيقه ما بستخدمش الحاجات دي خالص. طبعا هتعامل اكيد، انا الاقيه في اي حته. خش دور. يلا يا اخويا اعملي فيها ابن المقفع. قلت لك انا حاضر، لسه سالف موضوع ادم، مش حاضر اعمل لك حاجه يا علي. حضرتك احنا كده بنغلط غلط كبير وبنسيب الحياه تفلت من ايدين عشان نطيع الاوامر طاعه عميه. امال يعني عايزاني اعمل ايه؟ عايزاني اسمع كلامك عشان يسحبوا الترخيص ويقفلوا الجورنان؟ والله انا عندي ننشر الحقيقه ونقفل بعدها احسن ما نفضل فاتحين لتضليل الراي العام والكذب عليه. دي مش رسالتنا يا استاذ. انت هتعلميني شغلي ولا ايه؟ انا اسفه، انا بس بفكر حضرتك وجل من لا يسهو. ما تفكرنيش، اتفضلي. جيل متسرع صحيح. نونو يا حبيبتي، هتفضلي تعيطي كده على طول؟ ضميري بيأنبني قوي يا ماما. انت مالكيش ذنب يا حبيبتي في حاجه، وانت عملتي له حاجه، بعدين احنا عملنا اللي علينا والباقي مش بايدينا. يا بنتي خلي عندك ثقه في الرب. ترى يا ادم عامل ايه دلوقتي؟ جعان عطشان، لقيت مكان امان ولا بتجري في الشوارع عمال تستخبى من كل حد؟ يا بنتي اطمني، طالما ما جاش خبر بالقبض عليه هيبقى عايش وبخير وفي حته امان. احنا لازم نلاقيه يا بابا، لازم نلاقيه ونساعده باي طريقه. طبعا يا بنتي، بس هنلاقيه ازاي؟ هو اكيد اتصل باهله يطمنهم عليه صح؟ احتمال برضه يا حبيبتي. خلاص يبقى انا لازم اروح ازورهم واطمن عليهم واعرف مكانه. ما تعقلي يا حبيبتي، احنا مصدقه انك خرجتي من دايره الخطر. دايره الخطر دي انا اللي كنت فيها ودخلت ادم معايا، وبعد ما ورطته اسيبه فيها لوحده؟ يا ولع يعني. لا 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 طبعا يا بنتي، بس